في هذا المكان الطيب من الوئام إلى المصالحة الوطنية، نعم لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، ننظم أصدقاء مرحوم العلي خليفة رحمه الله أحد رياضي هذه المنطقة الذي قدم الكثير والكثير لفريق البلدية رحمه الله وأسكنه في ساحة جناتي. ونتمنى من الجميع أن يشاركون في هذه الدورة، والحقيقة هدفين أساسيين لهذه الدورة. الهدف الأول إحياء ذكرى المرحوم رحمه الله، والمسعى الثاني أننا نسعى لضمد جراح هذا الوطن العزيز وتصفية القلوب والنفوس والعودة إلى الأخوة والتسامح والحب. والمسعى الثالث والذي نؤكد عليه، ونحن مع السلطات المحلية ومع السيد رئيس الدائرة نؤكد ونؤكد ونؤكد على أن هذه المنطقة أو الجهة الشرقية بالخصوص محرومة كل الحرمان. عندما نقول محرومة، فعلا يعيش شباب هذه المنطقة العزلة، عدم المرافق، عدم وجود المرافق الرياضية والثقافية، عدم صلاحية ملاعب الأحياء الموجودة هنا. وقد أخذنا وبكل شفافية أخذنا عودا من مجالس شعبية، ولكن لم ولن ولا يفو بما عهد به. نحن نقدم نداءنا ورجاءنا وأملنا للسيد رئيس الدائرة لكي يرمم لنا هذا الملعب، ويرمم لنا ملعب حي سعيفي، ويرمم لنا ملعب حي دمل. هذه الأحياء العريقة التي أنجبت رياضيين كثيرين ومنهم المرحوم بن خليفة علي رحمه الله. والكلمة الآن للسيد رئيس الدائرة فليتفضل. مشكور. الله 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 الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً